السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدينا في عدد جديد من برنامجكم عين على الحدث الفاسد، أضر كثيرا بالمنظومة الاقتصادية والمالية للدولة وعطل التنمية. هي عوامل تستدعي تضافر كل الجهود في مؤسسات الدولة لمحاصرة هاته الظاهرة، هو موضوع حصة عدد اليوم من عين الحدث. وسنتحدث كذلك عن آليات الحكومة في محاولة إنقاذ المؤسسات الاستثمارية لرجال الأعمال الذين أصدر القضاء الجزائري أوامر بسجنهم مؤقتا. قبل بدء النقاش أرحب بضيفي، أبدأ بالدكتور والخبير الاقتصادي رؤوف بوتي، مرحبا بك، جئتنا من مدينة عين ملينا، مرحبا بك. شكرا على الاستضافة. ويستضيف كذلك معي الخبير الاقتصادي والخبير المالي الدكتور عبد الرحمن عيان، مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا. إذا موضوعنا اليوم هو حديث عن الفساد والمنظومة الفساد، كان تحدث عنها كذلك وزير العدل سيد بلقاسم زغماتي، كان تكلم قال أن هناك محاولات من طرف وزارة العدل إذن استرجاع الأموال ومكافحة الفساد، الأموال المنهوبة نحو التي حولت نحو الخارج. قبل أن نبدأ نقاشنا نسمع تصريحات وزير العدل بلقاسم زغماتي عفوا، ونعود بعد ذلك. إن هذا الظرف الصعب الذي تمر به بلادنا يوقع على مجلس الدولة مسؤولية عظمى للمساهمة بجد وفعالية في محاربة هذه الظاهرة وما أسفرت عنه من نهب وسلب للأملاك العامة بطرق احتيالية وقرارات غير مشروعة التي له البت فيها والكشف عن بطلانها وفقا للقانون وبكل حياد وتجرد واستقلالية لاسترجاع كل الممتلكات المنهوبة تعسفا وعدوانا وبغير وجه حق. فإن الإدارة بدورها مدعوة للسعي أمام القضاء للمنازعة في صحة هذه القرارات غير المشروعة قصد وضع حد نهائي للوضعيات غير القانونية التي أنشأتها. إذن نعود إلى البلاطو، أبدأ بك دكتور رؤوف بوتي، كيف نسترجع الأموال التي حولت للخارج أو الأموال المنهوبة؟ كيف نفعل أجهزة الدولة لمحاربة هذه الظاهرة خاصة التحويلات المالية نحو الخارج؟ ميكانيزمات موجودة، الإطار قانوني أولا موجود، وبعدها هناك ميكانيزمات يسمحوا باسترجاع الأموال المحولة باستعمال طريقة العودة إلى الوراء. ينبغي أن نعرف طبيعة هذه الأموال المحولة للخارج وكذلك بأي صفة وبأي آلية تم تحويلها. معظم الأموال المهربة والمحولة إلى الخارج استعمل فيها كطريقة عن طريق تضخيم الفوترة، يعني عمليات الاستيراد على مستوى العديد من البنوك. هناك طريقة ثانية كانت عن طريق تحويل جزء من أرباح المؤسسات الأجنبية المتجاوزة في الجزائر أو اللي كانت متواجدة في الجزائر تطرق لهذا النقطتين. نعرف باللي انه كل عمليات، يعني عندنا بور لامبورتاسيون من اجل استيراد تاع منتوج معين، عندنا لو بري دو ريفيرونس يعني تاعو السعر المرجعي في السوق الدوليه لكي نستطيع المقارنه ومعرفه في مرحله ما هل هناك كان تضخيم للفوتره ام لا. يعني لا تراسابيليتي كاينه او نيفو دي بانك او نيفو دي دوان au niveau des services يعني فيسكو. يعني هذه الطريقة الثانية هي تضخيم للأرباح خاصة فيما يخص المشاريع التي قدمت لشركات أجنبية بالتراضي غري أغري. هنا يجب إعادة فتح ملفات، وهناك كذلك دي كابيني دونك سبيسياليزي كي سون présent à l'international, yani dour hum huma c'est la recherche informationnelle, c'est des cabinets huma d'intelligence économique عمل هم متخصصهم تتبع يعني هذا التحويلات على مستوى العديد من البنوك، حتى ولو انه هذه البنوك قبل ما يتم تحويلها يعني اموال
عندها واجب التحفظ أو الإخفاء، لكن هناك إمكانية لا. جميل دكتور بوتي. أسمع كذلك دكتور عبد الرحمن، هي شغلنا كثير هذا الموضوع ولسنوات كبيرة حول التحويلات المالية نحو الخارج، حول الفوترة، حول تضخيم الفواتير. نعرف أن فاتورة الاستيراد ضخمة وضخمة جدا في الجزائر، لكن كما يقول الخبراء أنها معظمها ناجم عن تضخيم هذه الفواتير. هل هناك نتعامل بطرق أخرى مع مكافحة محاربة هذا الفساد؟ والله سؤالك يعني حساس جدا، ولكن يعني باش نوضح لك الصورة، فيه شق كبير من قانوني يعني، وأنا صرحك مليح دائما أود الكلام حول التخصص تاعي الاقتصاد، ولكن هذه المرة سأضطر للتكلم حول القانون، ويعني أعتذر للقانونيين لأنني سأعطي هكذا مؤشرات. نعم. ولا سأتكلم على كل قانون، ولكن القانون القريب إلى تخصصي هو القانون التجاري. اليوم نروح للقانون التجاري، ستجد في الإفلاس والتسوية القضائية يعني عدد كبير من المواد الذي يعني يتكلم على وضعية المؤسسة. أولا، هل هي مفلسة أو غير مفلسة؟ هل الإفلاس تم عن طريق إعلان صاحب المؤسسة، أو أن القاضي بناء على يعني تبذير الأموال أو الاختلاس يعلن إفلاسها؟ أولا لابد أن نعلن الوضعية المالية لهذه المؤسسة، وبالتالي ننتقل إلى الحالة الثانية وهي استرجاع الأموال. إذن مسألة إعلان إفلاس المؤسسة يعني متعلقة بالقانون التجاري الجزائري، وفيها يعني مواد كثيرة ومتعلقة بهذا الأمر. طبعا إذا قلنا غير مفلسة، في اعتقادي أننا ننتقل إلى قانون آخر وهو القانون المدني، لأنه هنا نجي لحق الشفاعة. حق الشفاعة يعني يمكن للمؤسسة أن أو الدولة عفوا تتملك حقوق مؤسسة، وهنا أيضا لابد إلى القانونيين أن يتدخلوا في مجال ويشرحوا لنا حق الشفاعة بالنسبة لهذه المؤسسة. أيضا هناك أمر آخر وهو نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وإن كان هذا متعلق بالعقار. يعني هناك مجموعة من آليات القانونية لاسترجاع هذه الأموال، أهمها يعني هو ما هو موجود في القانون التجاري. نعم. ثم ذلك لدينا حق الشفاعة، ثم بعد ذلك لدينا حق أو نزع الملكية. نعم. هذا بالنسبة إلى ما هو موجود داخل. نعم. الوطن. صح، خارج الوطن، خارج الوطن. دائما نعم. الآلية القانونية، ودائما أؤكد على أنني لست مختص في القانون. هناك مجموعة من القوانين المتعلقة بقانون محاربة الفساد عفوا ومكافحته. هنا يعني قانون 2006 خرج يتعلق بمكافحة الفساد. قبل نص مكافحة الفساد ستجد عفوا مجموعة من الاتفاقيات الدولية، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية الإفريقية. إذن على اعتبار أن الجزائر موقعة هذه على هذه الاتفاقية الدولية، فأعتقد أننا لدينا من الناحية القانونية يعني الحزمة القانونية أو الإطار القانوني الذي يمكننا من استرجاع الأموال. ولكن على أرض الواقع الأمر شيء آخر، الأمر هوش بالسهولة اللي رانا نتصوره. نعم دكتور رؤوف بوتي، دكتور عبد الرحمن عيا يقول أن الأمر ليس بالسهل، وحقيقة الأمر ليس بالسهل في استرجاع هذه الأموال. سنويا كنا نشتكي من تحويلات هذه الأموال، وكان خرج لنا وزير تذكر ربي يرحمه، كان تكلم عن الوضعية هذه بختي بختي بالعايب وزير التجارة الأسبق، كان اشتكى من هذا الوضع حتى يحمل حقيبة وزارية ويشتكي من الوضع هذا. هل نحن اليوم باستطاعتنا مكافحة الفساد واسترجاع أموالنا المحولة نحو الخارج؟ هذه النقطة اللي نتكلموا عليها كثير، لأن هناك أرقام كبيرة تقول أن هناك أموال حولت نحو الخارج. بالفعل يعني كنشوف قيمة الأموال ليزيستيماسيون اللي كاينة أدناها تقول 300 مليار دو دولار من فترة بداية الثمانينات إلى نهاية 2018، أقصى تقديرات 355 مليار دولار، علما أنه في العشرين سنة الأخيرة مداخيل الجزائر من المحروقات وبقية الصادرات كانت 1000 مليار يعني دو دولار. شيء ضخم ليمثل قيمة 30% من مداخيل الجزائر على 20 سنة الأخيرة. من المستحيل يعني في وضعية كما هذه
تو سو باس يعني عن طريق المفاوضات مع الدول المعنيه بالامر اللي راهي تقوم بتوطين هذه الأموال. البنوك والاموال عندها اون فوا ايدونتيفيي يعني كي قلنا عن طريق دي كابيني سبيسياليزي حتى نراقب هذه عمليه التحويل. نعم بالفعل. لكن الحل الجذري في الحقيقه والحل الدائم والمستدام لظاهرة تهريب الأموال اللي ما تخصص الجزائر فقط وتخص كثير من دول العالم هي لازم نعرفوا ليكوز على واه يقوموا ناس يعني شركات يعني أشخاص طبيعية أو يعني دي بيرسون فيزيك ومورال بتحويل دي كابيتو دو مانيغ ليسيت. هي أولا عدم استقرار أو الشعور بعدم استقرار السياسي والاقتصادي. القيمة تاع الأموال المحولات بين بلي كان هناك أن سيغتان ماليز يعني شعور من أبناء هذا الوطن بلي أنه الوضعية ماهيش حدوم على حالة وكاين عدم استقرار سياسي واقتصادي. والمناخ لا يساعد كذلك يا دكتور بوتي؟ هو وكل يعني داخل في إطار مناخ كليما ديزافير اللي نحضروا عليه اللي فيه عناصر بزاف ما نقدروش نديتايوها دونك اون بو با ديتاي هنايا الكل في الحصه. لكن العامل الثاني هو ثاني لا ريمونيغاسيون تاع لو كابيتال يعني في اقتصاد ما واش هو اللي يخلي المتعامل الاقتصادي انه يفضل يخليه في اقتصاد معين او يقوم بتحويله يعني لي كابيتو فيغ دوطخ زيكونومي دون دي باراديس فيسكو ولا هو لا ريمونيغاسيون واش حيكون عنده مقابل للكابيتال راس مال هذا في حاله انه يخليه ولا يديه. هنا نجد انه متعاملين اقتصاديين كلهم خطر ليست كل الاموال اللي تم تهريبها حتى ولو انه العمليه غير قانونيه وغير شرعيه ليست كل الاموال هي يعني مصدرها غير شرعي. يعني كاين ناس دراهمهم صح يعني اكتسبوهم بطريقه شرعيه لكن حولوهم والقانون ما يسمحش بالتحويل من الشرعيه. هنا يعني نفهموا انه كانت رغبه في يعني دو بلاسي يعني سي كابيتو باش يحطوهم في اماكن وين يكونهم عندهم ان روتور لا ريمونيغاسيون تكون احسن. والعمل الاول لهذه هو لا ديفالواسيون دو دينار تاع العمله تاكل في قيمه الدينار عبر السنين يخلي الناس يعني تلقى حلول باش تحولهم الى عمله صعبه يقوم تهريب. نعم اعود اليك دكتور عبد الرحمن عيا. عندما نتكلم على تراجع قيمه الدينار لسنوات كثيره ساهم بالسلب في تضخيم الفواتير في تحويل العمله الى الخارج، تحويل العمله الاجنبيه الى الخارج. دكتور عيا ممتاز. هو فقط اود يعني ان اعقب على ما قاله هو الاستاذ في نقطتين اساسيتين اتفق معه في شقها قد اختلف معه في شق. الشق الذي اتفق معه هو فعلا لا يوجد مناخ استثمار مشجع هنا في الجزائر وبالتالي فتشجيع هروب رؤوس الاموال. وحتى يعني كما ذكر وهذا شيء ممتاز انه حتى الانسان لما يحب يحول بطريقه قانونيه عمله صعبه من او الى الجزائر سيجد عراقيل اداريه بشكل رهيب جدا. طبعا هذه النقطة يعني إجراءات إدارة ساهمت إجراءات الإدارة عكسيا. لكن الشيء الذي يعني قد أختلف معه هو أنه هؤلاء الذين هربوا أموالهم ليس لديهم ذلك يعني الإسبريت دانفستيسمون ليس لديهم ذلك الفكر الاستثماري هرب أمواله. دعنا نقول بأنه هنا في الجزائر يعني الثراء أصبح يعبر على القوة وبالتالي فهو قد ما يجمع الأموال بالنسبة له راه يحقق في إمبراطورية وخلاص. لا أعتقد أنه الدافع الأساسي هو مسألة لا هناك عدة دوافع ولا أعتقد أنه الدافع الأساسي هو مثلا لشوا دانفستيسمون قال أولي باش نخلي رؤوس أمواله هنا نهربوا من الخارج. لا أعتقد ذلك. المسألة اللي ذكرتها وإن كان يعني أود أن أصيغها بطريقة أخرى أيضا هو الفارق بين السعر الدينار الموجود على مستوى البنك المركزي فعلا. وهذا هذا أكبر محفز للثراء. هذو اللي زام أمريكا اللي رام يسبيكي لي في الصديق في لي مارشي فينونسي لو كان يعرفوا باللي كاين ديكالاج بين سعر الدينار في الرسمي وسعر السوق الموازي يحبسوا لا سبيكيلاسيون او نيفو دي مارشي فينونسي ويجوا للجزائر لانه هامش ربح محفز جدا يعني. وبالتالي فهؤلاء في اعتقادي انهم
يخرجون الأموال عن طريق تعظيم الفواتير، ذلك الشيء الذي يعني تم تضخيمه يعاد بيعه في الأسواق الموازية بيعني أموال كبيرة جدا. نعم دكتور رؤوف بوتي، خلينا المجال فتحوا لنا عبد الرحمن عيا نحو السوق الموازية. السوق الموازية هذا السوق اللي خلاتنا دائما في هذا خلينا نقولوا هذا المناخ الصعب جدا بالنسبة للاستثمارات في الجزائر، خلانا اليوم نحولوا أموال نحو ونهربوا أموال نحو الخارج، خلى الفارق في الدينار في السوق الموازية وفي البنوك فارق كبير محفز كذلك لهذه التحويلات لهذه الروتاسيون خارج الشرعية. ولا بوليتيك دو تو تشانج يعني المنتهجة في بلادنا أدت للوضعية هذه. دونك سي اون فو ليبيري يعني لو تو تشانج وتكون لا فالور يعني لو تو تشانج في حد ذاته سي توت ان شابيتر من لا بوليتيك فينانسيير وبيان لا بوليتيك مونيتير. لكن غدا كذلك دكتور رؤوف بوتي غدانا لهذه التحويلات. اكيد يعني هو في اقتصاديات كثيره في الحقيقه كاين اون ديفيرونس بين لو تو تشانج نومينال اللي نلقاوه عند اوفيسيال عند البنك ولو تو تشانج باراليل يعني اللي في السوق بيناتهم كاين التو تشانج ريال. لو تو تشانج ريال هذا كومون الي ديفيني؟ هي الي ديفيني على حسب مقدور كاين عامل يدخل فيه اللي اسمه لا باريتي دي بوفوار داشا، هو ما نشتري من اقتصادنا وفي نفسهم يعني سله يعني مجموعه من الاشياء نقدروا نقتنيوها في اقتصاد اخر، وكاين يعني اون كومباريزون باش نوصلوا لو تو شونج ريال اللي هو سوفون اي سوتو يعني نلقاوه بين لو تو شونج اللي راهو في البنك وبين لو تو شونج اللي راهو في لو مارشي باراليل. هنا الفو ليبيغي يعني كانت رغبه باش يكونوا فيها، قيل ان هناك مكاتب صرف لكن لم نصل الى الشيء اللي وضبناه من تهريب لاموال صعبه لاجل هذا المشكل تاع لا ديفيرونس دو شونج اكثر ما ربما ما كنا حنوضروها كان تخوف من الصرافات يعني ومكاتب الصرف. نعم دكتور عبد الرحمن عيا، التحكم في السوق الموازيه ونحيو السوق الموازيه وسوق سكوار بالنسبه للعمله كذلك بالنسبه لتحويل العمله وهذا لو شونج اللي صار والفارق اللي صار الكبير بين السوق بين السعر الرسمي والسعر الموازي، هذا الاختلاف هذا اذا تحكمت فرضا تحكمنا في الاشكال هذا هل سيساهم في الاقتصاد الوطني بكل صراحه؟ هل سيساهم في عوده الدينار قيمته الحقيقيه؟ هل سيساهم في التحويلات الحقيقيه؟ الناس يتقول لك والخبراء كانوا يتكلموا من قبل عن مكاتب الصرف على الاقل يكون تحويل الاورو ب 150 فقط، على الاقل يكون فارق هامش ربح معروف، على الاقل دينار تاعو الدينار الجزائري يتنفس كذلك. شوف ممتاز وليد، انا ماذا بيا تركز معايا. تفضل. انا اقترحت مقترح في عدد كبير من المسابات وفي وسائل الاعلام وساعيد اقترحه حاليا. تفضل. وهو في اعتقاد الخاص انه ينقذنا من مساله السوق الموازي للصرف على الاقل في فتره قصيره. اولا باش انت تواجه الموجودين في السوق العمله الصعبه بالقوه مستحيل. إذا وش تدير؟ تعال السلوك بالسلوك، كيف ذلك؟ أنا سأقترح هذا الاقتراح للمرة مش عارف العاشرة في وسائل فضل. أقول أننا على مستوى كل فندق نفتحوا مكتب صرف، بون الشخص اللي يتكفل بالصرف هذاك أمور قانونية وتكوين وإلى غير ذلك خلوه يولي ما نقدرش ما نحاوش يعني ما نطردش عفوا اللي راه في السوق الموازي، راه في السكوار ما نحاوزوش، نخلق له واحد كيما هو في البنك في فندق وندير له كونتوز وندير له اباراي فوتو بلوتو كاميرا. وش يدير؟ يبيع بنفس السعر اللي راهو يبيع فيه الانسان اللي راهو في السكوار. اذا انت تسالني واش راح نربحوا؟ راح نربحوا انه المعامله في حد ذاتها تصبح مرسمة وداخلة في إحصاء في الإحصائيات البنك الجزائري. دكتور باش تنتقدني ولا مدابية يعني أو تصوبني مدابية يعني تركز معايا لأني شتك يعني تبحث بالضبط على الحل اللي راني نتكلم فيه، وأنا والله يعني راني فرحان كي راك منتابع معايا.
اذا لما نديروا هذاك الانسان دوك علاش الناس تروح له؟ انا شخصيا نروح لهذاك الانسان اللي موجود في الفندق لانني اشعر بنوع من الامان، امان من حيث يعني ما يكونش فوبي، وثانيا ما يكونش السرقه، وبالتالي مع الوقت وفي الجيتو واش يصرى يولي الناس الزبائن اللي موجودون في الساحات العموميه قد يتحولون الى المعامله في الفندق، وبالتالي نكسب تدريجيا العمليه الاحصائيه. هنا هنا هنايا يمكن لوزير العدل ان يتكلم على محاربه الفساد يعني بصوره مكتمله، لانك تقول نحارب الفساد وما زال هناك فارق في السعر كبير بين سعر الصرف في الدينار في السوق الرسميه والموازيه، هذا من المستحيلات. الفساد سيبقى اذا كنت تعتبره طبعا فسادا، الناس تبقى وتبقى تشري من السكوار وتروح تبدل والى غيره، لانك تخلي له مجال خصب لتحقيق ارباح. خليني زين نسمع دكتور رؤوف بوتي في النقاط هذه، من المشاكل اللي تعاني منها اليوم الحكومه هو قضاء على السوق الموازيه خاصة في الصرف. عود جاوب على سؤاله أو على نقطة أنتقدها في الحين، أنه المتعاملين يهربوش أموالهم نتيجة لدوافع استثمارية أو والإجابة جاوبتها في لا ديفيرونس تاع لو شونج بين القيمة اللي في البنك والقيمة اللي برا، هذه في حدها هو دافع مالي اقتصادي تخلي الإنسان يحقق رابح من وراءه ويهرب أموال للخارج تحقيق أرباح. الشيء يعني الفكرة مليحة لأنه فيها أولا تأمين، نحاول طرح جميع الأفكار ونحاول حتى على الأقل نعمل مقاربة اقتصادية. هو يعني فهمت الفكرة، ربما ما نخطأش جاسبيغ، أنه اللي كان فيها مارشي نو أوفيسيال في المارشي مارشي باغليل نو أوفيسيال يولي يخش أن سيركوي أوفيسيال، اللي كان في الأوفيسيو واللي في الأوفيسيال، ومن خلال هذه نبداو تدريجيا نقضيو على هذه طريقة من جهة ونربحوا التأمين والأمن يعني في المعاملات، من جهة ندخلوها بشوية يعني في السيركوي أوفيسيال، قد تكون يعني هي اون بون سوليسيون لكن ما تقضيش على الخطر التي تعاني منها تحويلات العملة في الجزائر. دكتور انت تعرف ان احتياطات الصرف تتأكل، ومع نهاية 2019 يبقى لنا في ريزيرف حوالي 60-61 مليار دولار. التساؤل هنا كيف نتعامل ونحافظ على القيمة هذه، القيمة المالية الموجودة في احتياطات الصرف. عندنا يعني لو ديفيسيت لو برومي ديفيسيت، عندنا بليزيور ديفيسيت، عندنا لو كومول تراكم تاع لو ديفيسيت ديجا دو لا بالانس كوميرسيال، عندنا قيمه معينه من لي روسيت لي 98%. لو بروبليم تاع ليكونومي تاعنا سي ان بروبليم ستركتورال يعني هيكلي، اين 98% من لي روسيت تاعنا هما دي روسيت من لي زيدروكاربور من المحروقات، اللي تمثل 70% من الجبايه من مصادر الجبايه يعني المحروقات. هذا هو الإشكالية الكبيرة الآن، باش نوجدوا تمويل للواردة تاعنا اللي entre 42 مليار 45 مليار دولار سنويا، ونقولوها على العلم أنه مداخيل المحروقات العام اللي فات والعام هذا بين 33 34 مليار دولار، دونك سكي انجوندر ان ديفيسيت تاع 8 مليار دولار حتى 11 مليار دولار. هذا هو الإشكالية، حيكون تآكل للصرف لمخزون الصرف. هنا عندنا زوج حلول اقتصاديا، يا إما نقوموا بعملية كما راهم يعملوا الآن حتى لا بنك سنترال جوسكا ميتنون يعني طبع للدينار دونك إيماتر دونك اون ماس مونيتير يعني في الأخر، يا إما نروحوا الاستدانة خارجية. من غير هذه يعني كان حلول جذرية باش نغيروا في الوضعيه بصح على المدى المتوسط والطويل، ونترجع الاقتصاد تاعك بلوز اتراكتيف لي انفستيسمون، لي زونتربريز تاعك بلوز كومبيتيتيف. وهنا كاين مجموعه من الشروط ومجموعه من الاليات، شروط جاذبيه الاقتصاد للاستثمارات عندنا في الجزائر متدهوره جدا، وزادها تدهورا الازمه اللي رانا فيها السياسيه، كذلك تنافسية مؤسساتنا لا كومبيتيتيفيتي لي فاكتور عوامل التنافسية معروفين ما بيناتهم. أول عامل للتنافسية الآن في المؤسسة الحديثة اليوم في العالم هو مبني
على المعلومة ومبني على الكومبيتونس على السافوار على الكونيسونس. هذا هنا تهميش كبير للكفاءة للعلم ونروح ونولي المشكل تاع لا رومونيغاسيون تاع لو كابيتال اي لا رومونيغاسيون تاع لو ترافاي كون فاكتور دو برودكسيون يعني العمل كعامل للإنتاج. هناك مشكل كبير في لا رومونيغاسيون تاعو يعني في المكافأة تاعو. نعطيك مثال حي، كنت مسير لمؤسسة اقتصادية عمومية صناعية، عندنا أميتي دو سودور مثلا كي يعود عن سودور عامل عنده لو سالير تاعو 24000 دو دينار شهريا ويروح برا، هذا في لو سيركوي اوفيسيال تاع ايكونومي اوفيسيال يعني في مؤسسة اقتصادية يعني ديكلاراسيون لي كوتيزاسيون تاعو كل شكل عنده ان ريفوني مدولو تاع بور 8 اور دو ترافاي بار جور avec les risques li kayen bi koulch مدولو 24000 دو دينار. يخرج يخدم في ان غاراج في محل اون نوار يا با دو كوتيزاسيون ني فيسكال ني في لي زاسيونس ني في سي ان ار. دونك هذا هو اللي خلقنا من بعد العجز اللي رانا فيه تاع لا كاس ناسيونال دي روتريت وتاع الكناس والكازنوس و انسي دو سويت اي لو ديفيسيت اللي عندنا ثاني بيجيتير نتيجه ما كانش لي روسيت فيسكال كي كوفر. هادو كامل كي يعود في يوم واحد يجيب حق شهر تاع بوامل. نعرفه ونفهمه جيدا وقيس على ذلك يعني في مجالات اخرى في مجالات اخرى كثيره في هذا كاين مشكل كبير تاع نمدوا قيمه العمل الحقيقي وقيمه الجهد. جميل دكتور، جميل دكتور بوتي. اعود اليك دكتور عبد الرحمن عيا، نحن نحاول دائما ان نبحث عن حلول جذريه. الواقع انتم تعرفوه كخبراء، الوضع الاقتصادي كنتم كل قبل سنوات تحدثوا عليها، اليوم نحن امام وضع صعب. هل قرارات اليوم اتخذها الحكومه عن طريق وزير العدل تعمل نقلة نوعية فعلية حتى نقضي عن هذه الفواتير، تضخيم الفواتير اللي أثرت على فاتورة الاستيراد؟ أنت أدرى دكتور عبد الرحمن عيا، عندما نصلوا فاتورة استيراد 60 مليار دولار وفاتورة الاستهلاك بالنسبة للجزائريين 10 مليار دولار، تضخيم الفواتير أثر كثير كذلك بالنسبة لفاتورة الاستيراد السنوية. والله هذا يقدر يحل الأزمة ولكن على المدى البعيد وبشروط ماهوش اللي هي على الأقل نعرفوا الشروط. الشروط أنه مثلا كما نقولوا نصلح إدارة الجمارك يعني تكون عندنا معلوماتية. اليوم كاس كانار على مستوى الموانئ يعني الرقمة، نتكلم على الرقمة نصلح نظام الضريبي والتحصيل الضريبي كامل، نرفع العبء الإداري على إدارة الضرائب، نرفع على لكن باش نروح كنا نحطوا دكتور عبد الرحمن عندنا هي الحوكمة الإلكترونية ولكن كان عندنا وزارة متدبة ونحيناها من الحكومة. هذا كلام كله يعني رانا نتكلموا فيها كذا انطلاقا من حبنا للجزائر. والله صدقني احنا يعني فقدنا الامل في ان يشغل لنا. انا صراحه فقدت الامل في ان يشغل لي ولكن يعني من باب حبنا للجزائر. فذكر بين الذكرى تنفع المؤمنين. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الامور تتسوى. وبالتالي فان محاربه الفساد دون الإجراءات المرافقة الأخرى لن يجدي نفعا لا على المدى القصير ولا على المدى البعيد. أنت كي اليوم أنت يا ما تديرش نظام رقمنا على مستوى الجمارك، ما توليش البري ريفيرونس اللي كان يحكي عليه الأستاذ. كاين أمور بزاف، إذا لابد أن تصلح مجموعة من الأمور. نولي لك فقط النقطة أشار إليها وهي نقطة الأجور، لأنه الدافع إلى وجود سوق موازية متعلقة بال هو كان فصلها الدكتور بما أنه كان ممتاز. أنا عجبني بزاف التحليل تاعه، ولكن أريد فقط أن أوضح شيء، هو أنه الأجور في الجزائر ليست مرتبطة بالجهد العمل، ماهوش يعني بالمجهود مقابل لا برودكتيفيتي هكذا في اذا لم تخني الذاكره. دونك البروبليم كي سبوز اكتويلمون هو انه منظومه الاجور في الجزائر هي مرتبطه اكثر بايديولوجيه وهو توزيع الريع البترولي يعني التوزيع. وبالتالي فان الحاكم في الجزائر يعتقد بانه هناك مسائل يعني لازم اننا تجي، وبالتالي او عفوا انه هناك مدخول
جبدناه ثروه طبيعيه حولناه الى ثروه ماليه لابد ان يوزع بشكل عادل على كل الجزائر. نعم دكتور رؤوف بوتي، تحدثنا عن مشكله الفساد في الجزائر، تكلمنا عن وزير العدل كان تحدث ان هناك سيكون هناك ردع من طرف الوزارة وكل أجهزة الدولة، لكن لسنوات الأرقام كانت كبيرة ورهيبة ورهيبة جدا. راح نتحدث في الشق الثاني من حصة عين الحدث عن قرار الحكومة اللي كانت تكلم عليه قبل شهر من الآن حول إنقاذ المؤسسات الاستثمارية لرجال أعمالها متابعين قضائيا اليوم. هناك إشكال آخر بالنسبة للمؤسسات هذه، أنت أدرى وتعرف أنه معظم المؤسسات فيها عندما نجمل كل أصحابها المؤسسات أكثر من 100,000 عامل ولا 150,000 عامل. كيف نتعامل في الظرف هذا مع المؤسسات الخاصة هذه دكتور رؤوف بوتي؟ هو الكين الشخص الطبيعي وشخص المعنوي، لا بيرسون فيزيك لا بيرسون مورال، لازم نديرو يفون فير ديستينكسيون انتر لي دو. يعني كيعود المذنب يعني متابع الشخص الطبيعي، لا بيرسون مورال يعني كي امبلوا دي ميليي يعني دو بيرسون وراهم الاف العائلات واستثمارات كذلك موجوده واستثمارات. نعم هذا مكسب للمجتمع وللاقتصاد يجب المحافظه عليه. من راينا هو ديجا كانت خطوه وزاره الماليه قامت بتعيين دي ادمنستراتور ادمنستراتيف او نيفو دو سي جروب يعني كونسيرني، لكن ربما كان لازم نروحوا في ابعد نقطة من الحلول وهي تعيين كفاءات، كفاءات على مستوى هذه المجمعات والمؤسسات. لماذا؟ لأجل استمرارية الاستثمار واستمرارية النشاط، لأنه لازم نبقاو ديما دون اون فيزيون دو يعني دو ديفلوبمون تاع هذه المؤسسات والمجمعات. إذا كان فيه ان بلوكاج ولا أثبت على الأشخاص في بعض مجمعات يعني مالك تاع 99% من الأسهم ولا 100% ربما تلقاه شخص وحيد مالك لكل مجمع، يكون عملية تاع دو ناسيوناليزاسيون تأميم، ومع ديما هذا النظرة تاع إدماج كفاءات جزائرية تقوم بالمحافظة على هذا المكسب. نعم أعود لك دكتور عبد الرحمن عيا في الجزء الثاني من حصة عين الحدث، نحن سنتحدث عن هذا الشق من الموضوع دكتور عبد الرحمن عيا. عدة مؤسسات اليوم تعيش هذه الحالة، بما أن رجال أعمال متابعين قضائيا وعندنا رقم كبير بالنسبة للعمال الموجودين الآن في مناصبهم في استثمارات هذه المؤسسات، كيف نتعامل مع هذه الوضعية بكل صراحة؟ شوف احنا عادة خلينا نبسطوا المشكلة، كي تكون عندك سيارة عاطلة تديها الميكانيكي، كي يكون عندك موبايل خاطئ تديها للإنسان اللي يصلح الموبايلات. اليوم الوضع المؤسسة راهي تعيش أزمة، أزمة في التسيير، أزمة في التمويل، أزمة في التسويق، أزمة في في في, في تسيير يعني كما نقولوا تسيير الموارد البشرية، وبالتالي فهنا نطبق علم إدارة الأعمال ونمشي حتى كاين الناس يقول لك هذا يجيبوا لنا في نظرية، لا كاين الناس وكما تايلور وفاير وضعوا بعض الأسس وصدقني يعني تنجح عندما نعين قائد، ليس القائد من مفهوم العام ولكن القائد من مفهوم إدارة الأعمال هو الإنسان الذي يقوم بتسيير المؤسسة. هنا الإشكال هذا اللي رانا خايفين منه، اولا احنا تعودنا ان الحكومه حتى وان قررت استرجاع مؤسسه واش دير اوليو باش تجيب واحد كف تخاف منه، لانه نذكر مليح نقطه في اعتقادي انه الانسان احيانا كي تحطوا الدوله تجيبوا من برا وتحطوا بدا به يكتم السر، لانه المشكله الاساسيه بالنسبه للدوله او عفوا للسلطه هو افشاء السر، واعتقادي انه هذا السبب اللي يخلي السلطه تبحث على واحد تربى في كان في الاداره العموميه وتعينه. هذا كي تعينه مسكين انسان اداري وكما نقولوا مثلا يلتزم بما بالامور الاداريه، يحط امامه النصوص القانونيه ويبدا يطبق وليس لديه الابداع، وهو ما وجدناه بالنسبه الى تونيك انقذته وهي على سبيل المثال انقذته الدوله، ولكن الانسان يتخبط في المشاكل الحجار لك ليس هناك ابداع. انا عندي انكا وقلت لك فيما سبق، قلت لك وين
الحكومة عينت مختص وأنقذ المؤسسة، وقلت بنك السلام أنقذته الانقذاء بسبب أنه عين إنسان مختص في المجال المالية الإسلامية، واليوم الأداء تاعه متميز. إذا حاولنا أننا نحارب الفساد بدون إصلاحات اقتصادية، إذا حاولنا أننا نحارب الفساد بدون إجراءات المرافقة، إذا حاولنا أن نحارب الفساد باستبعاد الكفاءات، فصدقني لن نصل إلى أي نتيجة. نعم. دكتور رؤوف بوتي، دكتور عبد الرحمن عيا يتحدث عن الكفاءة، في كنت تكلمت عن الكفاءة كذلك في تسيير هذه المؤسسات ولا مرافقة هذه المؤسسات، هل تقدر تكون هناك مصالحة مالية مع هذه المؤسسات والمجمعات دكتور رؤوف بوتي في المرحلة بدأت، إذا كان المشكل مع الضرائب إذا كان مشاكل أخرى؟ مصالحة مالية يعني كي نعودوا نطلبوا من الشاب البسيط اللي عنده على مستوى لونسيج ولا الكناك ان بتي مونطون يعني دو كريدي نبقاو نتابعوه ونديروا لي رولونس، وهنا في حالات كيما هذه نديروا مصالحه. مصالحه على واش؟ يعني الا كان مستحقات، حنا نهضروا من قبيل على ان ديفيسيت بوجيتير اساسه عدم تحصيل لي غوسات نيسيسير لهذو، ماهناش يعني من رايي من جانب الاقتصادي في وضعيه جديده في الجزائر باش نروحوا في مصالحه من هذا النوع، لكن ربما محافظة على المكتسب هذا في حد ذاته كاستثمارات على مناصب الشغل، على القيمة المضافة اللي تخلقها في الاقتصاد هذه المجمعات مؤسسات، يعني بريز دو بارتيسيباسيون يعني دخول في رأس مال يعني من طرف الدولة في المجمعات بأغلبية أو كليا، عملية للتأمين محافظة على المكاسب، لكن الشرط كما كان يقول الأستاذ عدم تعيين أشخاص مالفين يعني بجانب تسيير مؤسسات اقتصادية ما يكونش بطريقة إدارية. تسيير مؤسسات اقتصادية يكون عن طريق ناس مختصين كل في مجاله وأثبتوا جدارة. ما خافوش دكتور تعطل هذا المشكل وقت في تعيين هذا المتصرفين شكون عفاق دو ديسيزيون يعني كي يعود عندنا الإرادة والرغبة اون ديسيد يون أبليك، ما كانش يعني تعطيل، يعني يكون ربما كان هناك عراقيل وضغوط من جانب آخر، ربما الأزمة اللي رانا فيها والأزمة السياسية لنا يعني منذ 22 فيفري ونتحدث ولا ميدياتيزاسيون بوكو بلوس على أكسي يعني على الكريس بوليتيك وتهميش وتهميل يعني إهمال الجانب الاقتصادي اللي هو أخطر، لأنه يعني في السياسة الأزمة السياسية ربما غدا نلقاو الحلول نجلسوا مع بعضنا وتمشي الأمور، لكن النهار اللي نضيعوه في الاقتصاد غيان كو بوغ لو جور فيغي برك في الجزائر اون جور فيغي اون بيغ 700 مليون دو دولار، ليكونومي الجزائريان تودر 700 مليون دولار جراء يعني أيام العطل، فما بالك الشيء اللي رانا وضرناه منذ بداية هذه الأزمة. إذا أزمة سياسية نخليو لها الوقت، لكن سياسيين ما قدروش يحلوا نخليو لهم الوقت يتحاوروا ويروحوا ويجيو. ولكن الاقتصاد لا يطول، ليكونوميست ناتون با الاقتصادي اللي يكون براغماتيف بالفعل يشوف الخطر، وانا من رايي جو بروبوز يعني هذه ثاني باش تكوين هيئه عليا على مستوى الدوله ل اخصائيين ديزيكسبير اون ايكونومي تكون عندهم المهمه الكبيره والثقيله لي pour mettre en place une stratégie de sortie de crise d'abord et une stratégie de développement, mettre en place un modèle économique. هنا نوليو شويه كاين لو بوليتيك اي ليكونومي نو سون با يعني ما نقدروش نعزلو بيناتهم. الان لحد الان للاسف ما قدرناش نبينوا يعني واش عندنا بيسكو لو 22 فيفري وحتى اليوم الشعب ربما انا يعني في اعتقادي ناض من اجل اون انجستيس سوسيال. لو بروبليم سي با بوليتيك يعني ماهوش سياسي صح فقط، لكن بوغ اون انجستيس سوسيال لي ديفيرجونس اللي خلقوا وهذا يعني لي جاب الفجوه الكبيره بين هذه الطبقات بين يعني وني كنت نهضر لك على عامل كيتوش اللي يتقاضى 24 ميل دينار ونهضروا يعني على مصالحه تاع مليارات ولا عشرات ملايين دولارات ولا لا غير ممكن سي انكونسيفابل. اليوم الشيء مستعجل، لازم تكوين هيئه عليا من خبراء اقتصاديين للخروج من الازمه. نعم
زين نسمع الدكتور عبد الرحمن عيا قبل ان نختم. هو ذكر شيء ممتاز، هو قال فتح راس مال الشركات، ولكن هذا يقتضي في اعتقادي انه ننظر الى البورصه. نحن يعني لا ننظر ابدا الى البورصه، احنا البورصه لانها تحل مشاكل كبيره جدا، واحيانا يقال بانه البورصه يعني انه الجزائري ليست لديه ثقافه المعامله الماليه، ولكن يمكن لنا ان نفعل البورصه على الاقل على مستوى دعنا نقول المستثمرين وبعض يعني الفاعلين الاقتصاديين. نوريك النقطة الأساسية، هو لابد لأنك تعين كف، إذا بتعينش كف ستبقى تدور في حلقة مفرغة، وهذا المخاوف تاعي. ملف الخليفة عندنا، ملف الخليفة أو ملف خليفة طبعا في خصوصية، لأنه كانت أفر سوبر بريفي بين لونسيان بريزيدون وبين عبد المؤمن. معليش نقول أنا نقترح في إطار الأستاذ نديروا بيرو دو ريكروتمون هو اللي يتكفل لنا بتعيين الكفاءات، تجي الكفاءات اللي عندها القدرة على تسير يحط السي في تاعو يديروا معاه اونتروتيه، اذا كان عنده القدره على تسير المؤسسه يسيرها. في اخر المطاف المساله تاع استرجاع الاموال، انا شخصيا ممن ينادون الى يعني استرجاع الاموال بالصلح. هناك ماده في القانون التجاري تتكلم على الصلح مقابل استرجاع الأموال، هذه المادة يعني أنا لست مختص في القانون التجاري، ولكن أتمنى أن المختصين في القانون التجاري يشرحوا لنا هذا الأمر، الصلح مقابل استرجاع الأموال. وأنا يعني كنت ذكرت في العديد من المناسبات، قلت مثال السعودية وضعوا في 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 فندق، مع ذلك دفعوا أموال إلى الدولة وخرجوا من ذلك السجن الذي هو فندق. طبعا وإن كان يعني هنا أمر متعلق أيضا بحب الوطن والذود عنه. دكتور عبد الرحمن عيا ودكتور رؤوف بوتي، خليكم قاد مازال دقيقه قبل ما نختم، 30 ثانيه و30 ثانيه لك تفضل. دكتور، الوضع الاقتصادي، كنت تكلمت على الوضع الاقتصادي انه صعب وصعب جدا، تكلمنا على السياسه اكثر من الاقتصاد في الجزائر. المرحله المقبله كيف نتعامل معها وفقط؟ هو لازم نكون على درايه انه الازمه اللي في الجزائر ليست ازمه يعني من معطيات داخليه فقط، هناك جوانب جيوسياسية، جوانب جيوستراتيجية. الجزائر بموقعها الجغرافي، الجزائر بإمكانياتها الطبيعية، الجزائر البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، هذه هي الجزائر. الجزائر هي على مقربة من أوروبا. Il y a une guerre économique entre les grandes puissances, les grands blocs économiques, les États-Unis, الولايات المتحدة منجها و فرنسا خصوصا بتأثيرها في إفريقيا، يعني كثاني قوة اقتصادية في أوروبا، لو دوزيام كونتريبيابل فلابيسيو، ومن جهة أخرى لاشين، هذو كلهم لازم يكون عندهم تأثير في إفريقيا، وهي الأزمة نتيجة لهذه. نعم، خليني أزيد هذه دكتور. أولا لابد أن نقوم بتعديل حكومي في المناصب المتعلقة بالاقتصاد، المالية ما هو شيبان، الصناعة لازم نغيرهم، ليس بدعوة سياسية، لازم نجيبوا إنسان في المالية، لأننا أمام تحديات كبيرة، ما هوش أننا الدستور لا، هذه واحدة، كما بدلنا وزير العدل نبدلوا وزير المالية. ثانيا أدعو صانع القرار في الجزائر، المؤسسة أو اللي راهو يصنع في القرار في الجزائر، أنه يثيق في الكفاءات. أسيدي إذا كاين مخاوف من أن هذه الكفاءات تتولى المناصب، أغلق الباب، قال يا جماعة ماذا بينا، هذه ما تكونش. نعم، شكرا دكتور عبد الرحمن عيا الخبير الاقتصادي والخبير المالي، أشكر كذلك الدكتور رؤوف بوتي الخبير ودكتور في الذكاء الاقتصادي، شكرا جزيلا لك، جئتنا من مدينة عين مليلة، وأنا أعتذر عن يتأخر خارج عن إطارنا وعن بسبب الحواجز الأمنية، أشكركم. إذن بهذا نختم حصتكم عيننا الحدث، ألقاكم في فرص أخرى، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.